أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لو أراد الإبن الدخول في سلك هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم أبى عليه أبوه خوفا عليه، فهل تجب طاعته في هذه الحالة أم لا؟ نعم، إذا لم يتعين عليه، إذا كان فيه من هو قائم بهذه الفريضة فلا يتعين عليه ذلك، لابد من رضا والده. أما إذا لم يقم بها أحد وعنده أهلية للقيام بها، هذا يكون فرض عين، لا ليس لهما منعه. نعم.